جيهان، صباح الخير. شلون رايحة؟ شو صاير معك؟ عندي شوية شغل. هربانة من البيت ما هيك؟ ليش لا أهرب من البيت نجلة؟ عم قلك أنا طالعة عندي شغل، شبكي ما بتفهمي؟ بظن إنك راح تشوفي حبيبك. يا الله، شو قصة الحبيب معكن أنت وأهلك؟ ما عندي حبيب، ليش ما بتصدقوا بتخلصوني من هالقصة بقى؟ لكن إذا ما في حبيب لوين رايحة؟ شو دخلك أنت؟ احكي أحسن ما أخبر ماما إنك هربتي. استغلالية كتير. إيه بعرف. لك لازم لاقي جود قبل ما بابا يلاقيه ويحكي معه. رح تحذري حبيب القلب يعني. كتير رومانسيين. طلعي فيني، ما عندي لا حبيب ولا شي من هالحكي، وإذا بسمع كلمة حبيب منك مرة تانية بضربك. طب إذا ماما سألتني شو بدي أقول؟ بتقولي لها رحت لعند عايدة. يلا لشوف، يلا بعدي. أختي الظريفة راحت تشوف حبيبة، ولازم أكذب كرمالها. خالة جيهان، أهلا وسهلا. أهلا فيك نور، كيفك أمينة؟ منيحة. يلا تعي افطري معنا. لا صباح الخير عمو. أهلا وسهلا بنتي. أهلا بحضرتك. ليك جود، ممكن نطلع نحكي شوي برا لو سمحت؟ لك بابا حطك براسه ومو ناوي خير، بعد ما مشيت عصب علي وبعدين اجى اخذ رقمك مني. لازم نلاقي حل قبل ما تكبر القصه اكثر من هيك. وشو الحل بقى؟ خلينا نفكر شو بدنا نعمل. اهم شيء اول فتره تسكر موبايلك. ها. ولا تظهر حوالين البيت. واختفي وما تخلي حدا يشوفك. والله؟ يعني انا قصدي انه بس تهدى الاوضاع شوي، بنطلع نحن لعندهم وبنحاول نحكي معهم ونشرح لهم الامور. شكلك خايف علي كثير ولا انا غلطان؟ عم أعمل عمل إنساني. لا هيك جيتي لهون من الصبح وقبل ما تغسلي وشك. شو بده يجيبني لهون غير هيك؟ ما بعرف، أنا في شي بعقلي ما عم بفهمه. وشو هالشي؟ يعني وكأنه أنت بلشتي تحسي أنك عم تعشقيني شوي. ها؟ يا الله، أنا بشو هو بشو؟ انت ما رح تصير بني ادم، بتعرف معي؟ اذا بقيتي تعملي هيك ما رح صير. ليش شو عم اعمل انا؟ عطول بتجي لعندي لهون. استغفر الله، اذا انت حاببتيني احكي ولا تخافي. لك انت قديش مغرور وتافه كتير وسخيف وسطحي. ليكي اسمعي مني، ولا تخلي هالحب محبوس جواتك، لانه رح يعمل لك ضغط نفسي بالاخر. يا الله دخيلك، انه شو جابني لعند هالمجنون؟ ليش ما رحت معها اخي؟ لا ما فيني روح، عندي شغل بدي اشوف واحد. الله يخليك روح. لك هي بتحبك، بتحبك كتير. ايه خالي مزبوط، هي بتحبك كتير. روح الحقها يلا. خط يلا. لك روح يلا. يلا الحقها. شو بكي حاضنك كرمال ما تبردي؟ تريك مالي برداني. بس انا شفتك من شوي برداني. لك بعد بتركك بس بشرط واحد. وشو هالشرط؟
إذا بتوعديني إنه تقضي معي يوم كامل لآخر مرة. قلت لآخر مرة؟ لآخر مرة. تعرفي كان الحق معك، ما عاد فيني روح على هداك البيت، ورح أعمل كل اللي بدك أعمله، ورح أسمع كلمتك دائما. ليكي قفلت موبايلي كمان، ولآخر مرة لحن يوم واحد. يلا يا الله يلا. لك اترك ايدي، ما بدي روح معك. شو هاد؟ انت جنيت على اخي. نسيتي اني مجنون؟ امشي بدون صوت. يا الله شو هالعالم هاي. وقف جود، اتركني. لك يا الله. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.